بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوميات أسرة بسيطة. إزايكم؟ عاملين إيه؟ النهاردة واقفين دلوقتي كده في دخلة محل فيه أدوات منزلية، كل حاجة موجودة فيه. إحنا طبعا بنشوف بره الأول، بره حاطط رفايع العروسة من البلاستيك، المصافي، الأطباق، كل حاجة، وحتى كمان باسكت مثلا او اي حاجه، حاجات الومنيوم وحاجات بلاستيك، حاجات للعروسه. ده كله فين؟ في دخله المحل. لسه بقى هنسمي بسم الله وندخل هندخل ان شاء الله المحل ونشوفه من جوه ونتفرج على كل حاجه فيه. دلوقتي بقى هنشوف اطقم الاركوبال، اطقم مختلفه، حاجات ياما مختلفه، اشكالها مختلفة طبعا. في كمان اطباق ملامين، في منها الابيض، في منها الملون، اشكالها حلوة والوانها جميلة قوي ومختلفة كده، تفتح النفس بصراحة. اركوبال تاني اهو، وده اركوبال اهو بتاع زمان. فوق بقى في حاطين شيلات البصل، حاجات اللي هي بتاعت البصل وركن الحمام والمطبخ، محطوطة كلها بكافة الأشكال والأدوار والألوان زي ما انت عايزة. أشكال حلوة قوي وألوان جميلة، ربنا يفرح الجميع يا رب. في كمان صواني العشاء، حاجات رفايع بقى، يعني في الدخلة كده حاجات رفايع، بلاستيكات وحاجات بتخص العروسة بتحطها في المطبخ وكده، أدوات مطبخ ورفايع مطبخ. في كمان عايزة أوريكم ايه تاني، عايزة اوريكو علب التلاجة بأشكالها وألوانها المختلفة. المحل من بره كده مليان، فيها يعني في حاجات كتيرة قوي متنوعة، زي ما انت عايزة، على حسب ما انت عايزة وعلى حسب ما انت محتاجة. يعني كل ده احنا لسه برضو ما دخلناش قوي، وهوريكو دلوقتي حاجات جميلة جدا جوه المحل، أطقم مختلفة وحاجات جميلة. اتفرجوا بقى معايا، يا رب تكون الجولة كده ممتعة مع بعضنا. هنشوف وهنكمل مع بعض الجولة بإذن الله، تعجبكم يا رب. أنا كل حاجة بعملها أتمنى إن هي تعجبكم. هنشوف بقى كده إيه مع بعض. أدينا هو جوه المحل بنتفرج على أطقم أركوبال. يعني مثلا هنشوف دلوقتي الطقم الأصفر ده، طقم الأركوبال الأبيض ب1600 مثلا، طقم الأركوبال الأصفر ب1500. طبعا إحنا شايفين قدامنا هو حاجات مختلفة، يعني مختلفة في كل حاجة، أطقم جميلة قوي، شيك، حلوة، حاجات جميلة. شايفين الألوان؟ أطقم كاملة، كل واحد بقى على حسب ذوقه. فوق بقى في حلل جرانيت بس كانت عالية عليا، مش عارفة أصورها. في رفايع المطبخ بقى بأنواعها وأشكالها مختلفة جدا زي ما احنا شايفين. في أطقم برضو صيني كاملة مختلفة برضو، شكلها جميل قوي، كل واحد حسب ذوقه، حسب ما عايز يحط في النيش ايه بالظبط. دول بقى أطقمة الأركوبال والملامين اللي شفناهم في الأول، ألوانهم مختلفة زي ما احنا شايفين اهو، ألوانهم مختلفة، حاجات جميلة، واحد بيدخل مش عايز يطلع. يعني مثلا طقم الاركوبال الابيض ده ب1650، وفي ب1500، كل واحد حسب مقدره. ده بقى ملامين ملون، ممكن على فكره نعمل منه طقم جميل قوي، هو فرط يعني الوان مختلفه، روز واسود واخضر واورنج واحمر. في برضو شيالات الكحك والبسكوت ب275، اشكال مختلفه وجميله، صيني هي الشيالات، شيالات كبيره، هنشوف بعد كده برضو شيالات صغيره للكحك والبسكوت. في برضو هنا رفايع زي مشابك بقى والرفايع عامة، يعني اي قدامكم كده اتفرجوا معايا. في كمان صواني، الصواني ب250 مختلفة الاشكال، زي ما انت عايزة، بس النوع ده ب250 انا سألت عليه، جميلة الوانها جميلة وحلوة. اطقم توابل اهي، جميلة قوي برضو. في كمان حلل الومنيوم كم،
زي ما احنا شايفينها اطقم كده على بعضها، كل واحد كذا حلة. مثلا في بقى فوط ورفايع مطبخ كتيرة، هي المحل مليان حاجات اطقم وحاجات رفايع زي ما انت عايزة، اللي محتاجاه كله. في صواني برضو ستانلس، صواني الستانلس دي 225، حلوة برضو. بتحتاجي ده، العروسة بتحتاج ده وبتحتاج ده، وست البيت بتبقى عايزة ده وعايزة ده، يعني تنويع وتغيير. دي بقى شايلات الكحك الصغيرة اللي انا قلت لكم عليها، دي اصغر بقى، دي ب 225. في طقم اصفر، الاصفر ده ب 250. نشوف اهو اهو كده نتفرج سوا. دي بقى رفايع ألمونيوم، كنك بقى وحلل طاسات زي ما احنا شايفين. جولة بقى في المحل كده من بعيد كده، شوفوا معايا اتفرجوا معايا كده، محل بقى كله كده. دي بقى منظم الطرح، أشكال مختلفة وألوان مختلفة زي ما احنا شايفين. في كمان صواني ملامين ملونة، ألوانها مختلفة برضو، جميلة قوي. في طقم ميلامين بيبقى موف واسود واورنج، الوان جديدة والوان حلوة، الوان جميلة مختلفة. في الطقم الاصفر، في طقم، هنشوف الطقم الاصفر ده ب 1500 مثلا. الاصفر ده ب 1500. نشوف بقى مع بعض اهو كده. مثلا طقم الاستانلس، في طقم استانلس اهو اللي في الارض ده، سألت عليه الراجل قال لي الطقم ده بومبونيرة تركي، بيبقى من احسن انواع التركي يعني. فقعدنا بقى نسأل عليه وكده، لان كنا محتاجين طقم استانلس، فقال النوع ده مش تقليد، نوع حلو. فانا قلت اقول لكم برضو ان هو استانلس، اسمه استانلس بومبونيرة. قال لي خدتيه من عندي، خدتيه من عند غيري، تقولي استانلس بومبونيرة بيبقى احسن نوع. جولة اهي في المحل اهو. انا عارفة احنا بقى كستات ندخل محل زي ده مش عايزين نخرج، عايزين نتفرج. في برضو اطقم ملونة حلوة قوي وجميلة، حاجات جميلة واشكال جميلة. اتمنى يا رب الجولة تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو عجبتكم الجولة قولولي لو عايزين اعمل لكم جولات في اماكن تانية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.